السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعد الحجر من قناة سعد الحجر. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد من دروس ادوبي فوتوشوب. الدرس النهارده مهم جدا، فيه تريكات وحركات، فياريت تتابعوه للاخر. تابعونا، ولو اول مره تتابعونا او تشوفونا على اليوتيوب يا ريت تنزلوا تحت سبسكرايب لايك شير، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد. ويلا بينا نخش الموضوع على طول. عندنا الشخص ده في انحناء في ظهره، في موطي راسه كده، راجل عجوز كده وبتاع، عايزين نخليه شادد حيله شويه. في عندنا اداه من ايديت، بنختار حاجه اسمها بوبت وورب. البوبت وورب اول ما نضغط عليها هنا كده بتدينا جريد زي ما احنا شايفين كده، شبكه على الشخص الموجود. اول ما تضغط بتديك نقط، النقط دي من خلالها بتقدر تتحكم في الشخص اللي موجود. طبعا النقط دي بتتحط في المفاصل اللي هتحرك منها انت الشخصيه اللي قدامك او اللاير اللي قدامك. البوينت اللي احنا قدامنا دي، طبعا احنا الماوس قدامنا بالشكل دبوس ده، وجنبه حاجه رمز البلس. بنحط نقط في المفاصل بحيث احنا لما نيجي نضغط هنا كده ونحرك تبقى دي ثابته ودي هي اللي بتتحرك. طيب عايز احرك الظهر، بضغط كده واخد راس الشخص احركها كده. طيب عايز احرك الجزء ده، بضغط كده وبحرك كده. تمام، الايد دي كمان برضو عايز انزلها شويه لتحت، عايز اطلعها لفوق شويه، خليها كده يا مثلا يعمل كده. ممكن ادي هنا البوينت او هنا. تمام، وابدا احرك. يبقى هي فكرتها، فكره البوبت وورب، ان انت بتغير حركه الكائن او اللاير اللي قدامك. اذا كان بوضعيه معينه تغيره لوضعيه تانية. نقول انتر، هو كان كده واصبح كده. نشوف مثال تاني. الصوره دي عايزين ناخد الشخص ده ونحركه. الصوره دي صوره باك جراوند، بنعمل ايه؟ بنضغط هنا ضغطة واحدة بتتحول للاير. بضغط ريموف باك جراوند، بتشيلي الخلفية بتاعتها بكل بساطة. طيب نعمل كنترول زد تراجع. انا عايز اخد اسيب الارضية موجودة واشيل الشخص نفسه. بعمل نسخة من اللاير ده، كنترول جا، انشط اللاير اللي فوق ده، واجي على حاجة هنا اسمها سيلكت، واجي على سبجكت. يبدا البرنامج من نفسه انه يحدد لي الصوره بتاعه الشخص. اكبر شويه كده لو في حاجه ناقصه من التحديد. تمام، وابدا اعالجها، اختار لاسو تول. لو في حاجه مع الشيفت، لو في حاجه ناقصه ولا حاجه ابدا احددها. طبعا هو مش موضوعنا، موضوع الاصل، لان ده الاصل تلاقيه في اي او في الديسكريبشن، درس التحديد او السليكشن. اعمل كليك يمين واعمل حاجه اسمها سيف سليكشن، واحفظ السليكت بتاعي واسجله باي حاجه، 1 او 111 اي حاجه، واقول اوكي، واعمل كنترول جا بالكيبورد، هيظهر لي الشكل بتاع الشخص ده لوحده كده. لو شلنا الشخص ده، في شخص تاني في الصوره الاصليه اللي موجوده هنا في اللاير ده عايزين نشيلها. بنعمل كليك يمين ونجيب لود سليكشن، ونختار السليكشن بتاعنا اللي احنا حافظينه، نقول اوكي. طيب انا عايز اشيل ده من الارضيه، ما تبقاش الارضيه فيها الشخص ده. بعمل سيلكت موديفاي واختار اكسباند، واختار مثلا 20، بحيث ان السيلكت يبعد شويه عن الشخص. ونعمل شيفت باك سبيس. شيفت باك سبيس بيجيب لنا كونتنت اوير، ونقول اوكي. يبدا البرنامج يعالج الصوره زي ما احنا شايفين. نشيل التحديد بتاعنا كنترول دي، ونضغط هنا عشان نظهر اللاير بتاعنا او الصورة بتاعتنا، وده الشخص اللي احنا عايزين نشتغل عليه بالبوبت وورب. هنجيب ايديت ونخش على البوبت وورب، هتدينا نفس الشبكة، ونبدأ نحط النقط بتاعتنا بالشكل ده مثلا، وابدأ احرك. اجي كده على النقطة، اجيبها ورا، اجيبها قدام، احرك الصورة. طب انا لما حركت الايد دي ظهرت ورا الشخص، كليك يمين، حاجه اسمها برينج فورورد، تبقى الايد قدام جسم الشخص، وابدا احرك الصوره بتاعتي بالشكل ده. احط هنا نقطه مثلا عشان افصل بيها، واسحب كده. طيب الرجل دي عايز انزلها لتحت وارفع دي، اعمل ايه؟ باجي على دي انزلها، هيحصل تشوه هنا، ابدا اشد الرجل كده تاني. الرجل دي عايز ارفعها لفوق، يحصل معايا تشوه، اخد المفصل ده، تشوه لسه موجود، بدي نقطه هنا، وابدا اعدل الصوره زي ما انا عايز، واخد نقطه هنا مثلا. طبعا انت وانت شغال لازم تكون دقيق شويه بحيث ان انت تطلع الشكل ما فيش تشوه ويكون الشكل طبيعي. ونضغط انتر، هيكون ده شكل الشخص بتاعنا. ونجيبه كده عشان نشوف التاثير التاني. نشيل الارضيه ديت والصوره الاولانيه، وهي دي فكره البوبت وورب. نيجي لحاجة تانية، أداة
بنستخدمها برضو عشان نغير المنظور او البرسبكتيف بتاع الصورة. الاداة ديت برضو من قائمة ايديت بتلاقي حاجة اسمها برسبكتيف وورك. عشان نشتغل عليها بنضغط هنا ضغطة واحدة بيتحول لنا للاير، ونبدأ نضغط على برسبكتيف وورك ونضغط في اي مكان هيطلع لنا الجريد ده. بناخد النقط بتاعته ونحطها على المبنى نفسه كده، على الجزء اللي احنا عايزين نغير اتجاهه بالشكل ده، ونعمل جريد تاني ونجيب النقط بتاعتنا ونحطها بالشكل ده، وناخد النقطة دي ونروح بيها لعند النقطة دي. اول ما نقرب كده شكل، يعني واحنا هنا بعيد كده نقرب بس الصورة شوية، نكبر ونبص. اول ما نقرب كده شكل الجريد لونه بيتغير. اول ما نقرب كده ونسيب، الاتنين بيلزقوا ببعض من تحت ومن فوق، ونبدأ نعدل احنا على الورب بتاعنا او الليت بتاعنا، لان احنا اول ما بنضغط ده هو التحديد اللي اسمه الليت اللي قدامنا. الاماكن بتاعتنا مظبوطة طبعا، بتكبر عشان تشوف الاماكن بتاعتك وتحدد عليها. طيب المرحلة اللي بعد كده بتخش على حاجة اسمها وورب، بتضغط وورب. اول ما تضغط وورب بيتحول الشكل بالطريقة دي. بتمسك بقى كده من النقط دي وتبدأ تحرك صورة المبنى، تاخد النقطة دي كده مثلا والنقطة دي كده، تبدأ تعدل حسب ما انت عايز وتقول انتر، هيبقى الشكل معانا بالشكل ده. طيب احنا هنقول ان احنا عندنا هنا في حاجات هنا زي ما احنا شايفين كده تشوهات في الصورة الاصلية بتاعتنا. من المفروض ان احنا ناخد هنا ما نشتغلش على اللاير على طول، يبقى عندنا نسخة منه تحت. فاحنا هنجيب النسخة الاصلية، هناخد دي كوبي دبل كيت، ودي النسخة اللي هنشتغل عليها. هنرجع على ديت ونعمل كنترول زد تمام، وناخدها ونحطها كده ونجيبها تحت. هيبقى عندنا في تشوهات بس بسيطة، بنقدر بقى ان احنا نعمل ماسك، ونضغط على الماسك ونجيب البروش بتاعتنا تكون ناعمة شوية، نبدأ نمسح. مش هتيجي معاك، هتحول انت بقى للاسود زي ما اتكلمنا في درس الماسك، تبدأ تمسح الاجزاء اللي فيها تشوه. نصغر شوية من حرف الجيم، وهنا تعتبر مظبوطة وتبقى الصورة معانا بالشكل ده. طبعا ده التعديل وده الصورة الأصلية. وبكده يكون درس النهاردة خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا من اللي احنا قلناه، وتابعونا عشان احنا لسه قدامنا حاجات كتير وأفكار كتير وحركات كتير وتكات تقدر تستفاد منها في التصميم. ولايك وشير وسبسكرايب، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسناش بالدعاء، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.